دلتران بورتبول 12V جهاز جديد يسهل عملية تغيير إطارات السيارة بشكل غير مسبوق. 12V هو جهاز هيدروليكي محمول من تطوير شركة دلتران. الجهاز مصمم بحيث يمكن تخزينه في صندوق حتى أصغر السيارات حجما، وفي الوقت ذاته يمكنه رفع السيارات وحتى الشاحنات الخفيفة وسيارات الدفع رباعية. يرفع الجهاز الأوزان بحد أقصى 3 أطنان، كذلك فهو لا يحتاج إلى بذل أي مجهود بشري. كل ما عليك فعله هو وضع الجهاز في المكان الصحيح ثم الضغط على الزر. جدير بالذكر أن الجهاز مزود بخاصية أمان، فعندما يكون المقبس غير متصل بمصدر الطاقة يغلق تلقائيا. يمكنك شراء الجهاز Portable 12V الآن بسعر $76. ISSE Tire Snow Socks. بالتأكيد يعتبر موسم الشتاء هو أخطر المواسم للقيادة، حيث الثلوج المتساقطة والجليد المتراكم ما يصعب من إمكانية القيادة على الطرق، ما قد يتسبب في وقوع الحوادث. ولحل تلك المشكلة صممت العديد من الأدوات المساعدة كالسلاسل الخاصة المضادة للجليد والمصممة بأشكال مختلفة والتي تساعد في الحفاظ على مستوى معقول من السلامة والأمان على الطريق. على سبيل المثال ما ترونه على الشاشة الآن، وهو نوع من السلاسل المقاومة للجليد، وهي عبارة عن طبقة سميكة من النسيج القماشي الذي يغطي سطح إطار السيارة بالكامل. مع هذا الغطاء أنت لست في حاجة للقلق حيال المتانة والموثوقية وقوة التحمل، وذلك لأن الغطاء هو عبارة عن نسيج مغزول مع خيوط معدنية ما يزيد من درجة القوة. ميزة أخرى لهذا الغطاء والتي تميزه عن جميع نظائره التقليدية وهي عدم إصدار أي أصوات أثناء القيادة، فهو يضمن حركة سلسة وناعمة حيث تشعر وكأنك تقود فوق طريق جاف ونظيف تماما. تركيب الغطاء سهل وبسيط للغاية ولا يستغرق أكثر من 2 دقيقة. يمكنك الحصول على غطاء الإطارات المذهل الآن بسعر $52. فيليبس جو بيور. في المتوسط يقضي الأشخاص ما لا يقل عن 10 ساعات في سياراتهم أسبوعيا، لذلك يحرص سائق السيارات دوريا على تعطير السيارة من الداخل. بالطبع توجد العديد من الأدوات التي تستخدم لهذا الغرض، ولكن معظمها في الواقع غير فعال بشكل كبير. لذا فقد طورت شركة فيليبس منتجها الخاص لحل تلك المشكلة، وهو عبارة عن جهاز بسيط صغير الحجم للقضاء على الروائح في سيارتك. يعمل جو بيور بكفاءة بالغة على الرغم من حجمه الصغير، فهو يقضي على حوالي 99% من الروائح المختلفة والضارة في داخل السيارة كالغاز والأدخنة والغبار وغيرها، وبالتالي فهو يقضي على البكتيريا الضارة في جو السيارة ليصبح الهواء بالداخل نقيا وصحيا. يعمل الجهاز على تنقية الهواء على 3 مراحل لضمان الكفاءة، كما أنه لا يحتاج لأكثر من 2 دقائق ليقوم بمهمته. في الجهاز يوجد وضع الطاقة العالية وهو مخصص للتنقية بشكل أسرع. يقدم المطورون 3 موديلات تختلف من حيث الحجم والقدرة وبعض السمات الأخرى الإضافية، وتبدأ الأسعار من $200. Battery Tender Jump Starter. وفقا للمطورين فإن الجهاز الذي ترونه الآن من شأنه أن يجعلكم مستعدين لمواجهة أي موقف سيء تتعرضون له أثناء القيادة على الطريق. ففي حال نفاد البطارية سوف يساعدكم هذا الجهاز في تشغيل المحرك ومن ثم الذهاب إلى أقرب ورشة تصليح. الميزة الأساسية لهذا الجهاز هي صغر حجمه، فهو في حجم هاتف ذكي صغير حيث يمكنك تخزينه في صندوق التابلو بالسيارة. وعلى الرغم من حجمه الصغير إلا أنه ذو ساعة مدهشة، لذا فيمكنك استخدامه كباور بانك حيث يمكن توصيله بأي جهاز عن طريق وصلة USB، وكذلك يمكن استخدامه كمحطة شحن لاسلكي أو كمصباح يدوي. كل تلك المميزات مقابل $110 فقط. أوتوماتيك. على الرغم من حجمه الصغير إلا أن جهاز أوتوماتيك هو جهاز ذكي للغاية ويعمل بكامل طاقته على الطريق. يتصل الجهاز بالسيارة ومن ثم يقوم بمهمته عن طريق الاقتران بتطبيق خاص على الهاتف الذكي. أثناء القيادة يقوم الجهاز بجمع المعلومات المختلفة عن سرعة السيارة واستهلاك الوقود وأسلوب القيادة وغيرها، واعتمادا على تلك البيانات يعطي الجهاز نصائح لسائق السيارة بخصوص كيفية القيادة بأسلوب أكثر
الآخر توفيرا للوقود. ففي الواقع لا يتوقف استهلاك الوقود على عدد الكيلومترات المقطوعة بواسطة السيارة فقط، بل على عدد ضخم من العوامل الأخرى والتي ينبغي أخذها في الاعتبار كالسرعة وحتى معدل الكفح. فإذا كنت تقود بأسلوب خاطئ يقوم الجهاز بتنبيهك عن طريق إشارة صوتية، وبهذه الطريقة يتحسن أسلوبك في القيادة تدريجيا. جدير بالذكر أن جهاز أوتوماتيك يقوم بعمل تقييمات لمستوى العملاء بشكل دوري، ما يساعد الأشخاص ذوي النقاط الأعلى على توفير مئات اللترات من الوقود سنويا. كما يرسل الجهاز إشعارات للمستخدم بخصوص المشكلات التقنية بالسيارة، ويعلمك أيضا بموقع سيارتك في حال فقدانها أو نسيان مكان الركنة. سعر الجهاز $100. فليكس بوليشر، جهاز مصمم خصيصا للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على سياراتهم في أفضل حالة. بالطبع هناك العديد من أجهزة الصقل والتلميع في الأسواق، ولكن هذا الجهاز الذي ترونه على الشاشة الآن يعتبر هو الأفضل مقارنة بنظائره، وهو من إنتاج الشركة الألمانية فليكس. الجهاز مصمم لعمل الإصلاحات بجسم السيارة وصقل وتنعيم السطح لاستعادة رونق ولمعان الطلاء. تكمن ميزة الجهاز في كونه لا يحتوي على أي أسلاك، كما أنه صغير الحجم وخفيف الوزن نسبيا. جميع تلك المميزات تضمن لك سهولة وسرعة في العمل منقطعة نظير. يعمل الجهاز بأوضاع مختلفة، فهناك وضع التنعيم ووضع السرعة المنخفضة، بالإضافة إلى وضع التلميع بالسرعة العالية للأسطح الحساسة. No Sure Mini Tire Inflator، جهاز صغير لا يزيد حجمه عن حجم راحة اليد، ولكنه قادر على ملء إطار سيارتك بالهواء خلال ثواني معدودة. نظرا لصغر حجمه فيمكنك تخزين الجهاز في صندوق التابلو، حتى أنه بإمكانك وضعه في جيبك. لملء إطار سيارتك بواسطة الجهاز عليك فقط توصيله بالإطار بإحكام، ومن ثم الضغط على الزر. من خلال الجهاز يمكنك أيضا معرفة مستوى الشحن وقوة الضغط، كما يمكنك شحن الجهاز من خلال بطارية السيارة. الجهاز مناسب أيضا لنفخ عجلات الدراجات الهوائية والكرات والألعاب وغيرها. يبدأ السعر من $50. راتشر إيدي آي 4، لسكان البلدان التي تشهد مواسما شتوية قارصة البرودة وانهمارا ثلجيا غزيرا، نقدم لكم هذا الجهاز الرائع والمصمم لإزالة الجليد المتراكم فوق نوافذ السيارات. EDI 4 من إنتاج شركة كراتشر هو جهاز كهربائي صغير الحجم، يقوم بقش طبقات الثلج المتراكم على النوافذ بسهولة وسرعة، وذلك بفضل كرس دوار خاص يحتوي على 6 شفرات بلاستيكية قوية. التصميم الفريد للجهاز يمكنه من إزالة حتى أكثر طبقات الجليد صلابة. كل ما عليك فعله هو تشغيل الجهاز وتمريره برفق فوق سطح النافذة دون بذل أي ضغط أو جهد، وببساطة سيختفي الجليد المتراكم بشكل سحري وخلال ثواني معدودة. نظرا لصغر حجم الجهاز فإن الشحنة الواحدة تكفي لتنظيف نوافذ سيارتك لمرتين على التوالي، كذلك فإن إعادة الشحن لا تستغرق وقتا طويلا. وفي حال بليت شفرات القرص الدوار يمكنك استبدالها ببساطة ودون الحاجة إلى أي أدوات مساعدة. يبدأ سعر الجهاز من $56. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من الأدوات والأجهزة المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.